بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فيديو جديد من شاطئ من شواطئ المملكة المغربية. هذا الشاطئ يسمى شاطئ السطح الأخضر، هذا السبب الذي سمي الاسم يوجد على شكل سطح. جميل جدا، لكن لا يسمح بالسباحة، يسمح فقط لطرح نفايات النفس الخبيثة، الهموم، الأحزان، ضيق النفس. في غضب البحر كما تلاحظون هنا صخور فقط، لا توجد مساحة كبيرة للصخور، فقط لا توجد مساحة كبيرة للسباحة. كما قلت، في غضب البحر وفي هيجان موجي راحة للنفس وطرح لهيجانها. هنا الله تبارك وتعالى خلق البحر ومرج البحر لينتفع منه في عدة أشياء. التأمل في خلق الله تبارك وتعالى يمسيك كل هموم، يمسيك كل أحزان، يمسيك كل أشياء تافهة علقت بنفسك. فقط إذا كنت أمام البحر فكر جيدا، تدبر جيدا كيف أن الله تبارك وتعالى مد هذا المخلوق بهذه القوة، ولا يستطيع أن يتجاوز حدوده أبدا إلا بإذن الله تبارك وتعالى. أخي الكريم، النفس تتعب، النفس تجمع مشاكل الناس، تجمع هموم الناس، تجمع هموم الأبناء، لكن لابد من لحظات للراحة، لحظات لتجديد النشاط لهذه النفس. لاحظ قوة هذا الموج ومعه قوة الله تعالى وبركاته التي تفوق كل القوات. نفسك تعبت، اذهب أمام البحر وتأمل في خلق الله تبارك وتعالى. هذا خلق الله. لاحظ أخي الكريم مشاهد رائعة لهذا الشاطئ. لا تبالي بمن غيرك، لا تبالي من اختار غيرك، فقط اتجه إلى المكان الصحيح، ستريح نفسك في وقت من الأوقات. لاحظ السطح الأخضر، كيف هو هذا السطح يمتد أخضر، ولاحظ الأمواج. أتمنى إخواني الكرام أن أكون قد اخترت لكم مشهدا يريح أنفسكم ويريحكم من التعب ومشاق الحياة ولو لحظات في اليوم. أتمنى لكم حظا سعيدا. أترككم مع هذه المشاهد الرائعة في مكان خالي لا يوجد فيه بشر، توجد فيه قوة الله تبارك وتعالى. من هذا الشاطئ، من هذا المكان، من هذا الجمال، تحية لكل المتتبعين الرائعين من جميع أنحاء المعمورة. شكرا لكم، شكرا جزيلا. أهدي لكم هذه الورود. شكرا لمجموعة الصفق والتعاون
بقيادة أتوميكس بلوك الذي يدعم في جميع شروط اليوتيوب. شكرا لكم. إذا كنت على الطريق فلا تبخل على نفسك بزيارة لهذا الشاطئ. شكرا لكم جميعا، إلى اللقاء، ورمضان كريم، كل عام وأنتم بخير.